السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين اتجاه تأجيل كأس أمم إفريقيا بالمغرب 2025، يعني وين شاهدنا ما كاش لي عطار، يعني باللي تبدأ 2025 جانفي 2025 تبدا 13 و 11 هذو الايامات تاع جونفي، لكن سوف يتم تاجيلها. انا نعطيكم يعني واش كاين، نعطيكم اخبار. ونشكر الاخ هذا مصري اعلامي يخدم يعني موظف في الكاب، يعني فما في مصر موظف في الكاب، الحمد لله يا ربي يعطينا معلومات، والحمد لله كاع الصوالح اللي قلنا لكم خرجوا صح، خرجوا صح. يعني ما يبغوش ما تبغوش ما تبغوش تعترفوا بالصح، بيناتكم تعترفوا على بالنا وتقولوا بلي شوبير ولا لا راح درا راح عندي هنايا اعترافات من عندك مسيلمة الكذاب. شكرا لك. قلت لهم هذا مي راهي شكون اللي يعطيه الاخبار، راك درتها دوك ندير لك الفيديو دوك ندير لك التسريب تاعك. قلت لهم هذا كاع الاخبار تاعو صح، شكون اللي راه يعطيه؟ تهضر مع المكلف بالاعلام مسيلمة الكذاب، مسيلمة الكذاب المخنث هذاك اليوتيوبر هذاك يهدر مع جماعته مع من قال لهم يهدر، قلت لك مع جماعته يهدر مع المكلف بالاعلام، قال له هشام، قال له عبود خويا، قال له كيفاه هذا عبود هذا الاعلام المكلف بالاعلام يكلم معاه، قال له كيفاش يعني شوبير عنده كاع المعلومات تاعو تخرج صح. انا هذه مش عاطيها لي، هذه مش عاطيها لي واحد من الجزائر، عاطيها لي واحد من مصر. راني نقول لكم موظف في الاتحاد الافريقي لكره القدم، هذه هي وين اجرى انفرتينو رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا محادثات مع نظيره في الكاب والاتحاد المغربي باتريس موتيبي وفوزي لقجع بشان موعد النسخه المقبله من بطوله كاس امم افريقيا 2025، وذلك على هامش حضور الثلاثي النهائي كان الذي حسمه المنتخب الكوتيفوار لصالحه على حساب نيجيريا بهدفين لهدف يوم الاحد الماضي. وبحسب موقع يعني بحسب يعني من نقولوا باللي الناس تكلمت وحنا يزيدوا يعني حسب المعلومات وبحسب المعلومات الموثوقه فان انفرتينو تحدث مع لقجع واقترح عليه اقامه النسخه المقبله المقرر يعني مقرر لها في المغرب اما في مارس 2025 أو تأخيرها إلى جانفي 2026. حنا أنا واحد من الناس، أنا كجزائري ماذا بيا أجله، والله ماذا بيا أجله. هذه هي أخويا، أنا واحد من الناس ماذا بيا تتأجل تا 2026 تا مارس 2026، راني عارف عليها، راني عارف عليها. وزيد الكور ليزيكيب تاع ليزوروبيا ماذا بهم تندير في الصيف، ماذا من كوب دافريك تندير في الصيف، أنا نقولها لك ماذا بهم تندير في الصيف، وأنا ماذا بيا تندير في الصيف، ماذا بيا نربحوا وقت كبير 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 كبير، باش ندخلوا الدورة، حنا كمنتخب وطني ندخلوا الدورة ندخلوا مليح، ماشي نقاش، وكاين اللي يقول لك باللي كيروش فيه الزهايمر، سمحوا لي هذا ونعطيكم الموضوع تاعنا اللي نهضروا عليه تاع التأجيل. كان يخرجوا قال لك كيروش فيه زهايمر، حنايا 5 سنين وحنا كاظبنا مدرب ماشي عارفين لا نلعبوا كونت لادفيرسير ولا جايين مع لادفيرسير، كيما نهار الكاميرون لعب مدرب لعب خطه جايه تناسب لادفيرسير باش يربحنا، حنا ولينا نلعبوا كيما موريتانيا التاليه لعبنا بخطه ناسبت موريتانيا ما ناسبتش الجزائر، وتجي تقول لي كيروش فيه زهايمر، قودوا علينا يعني وين عاودوا نقولوا وبحسب مصادر موثوقه فان انفرتينو تحدث مع لقجع واقترح عليه اقامه النسخه المقبله المقرر لها في المغرب اما في مارس 2025 او تاخيرها الى جانفي 2026، ولم يتلقى رئيس الفيفا الرد الحاسم من لقجع والذي يصر على ان يستضيف المغرب الدوره في الصيف تزامنا مع احتفالات يعني بعيد العرس في جوال، وايضا لضمان نجاح البطوله في ظل الحاله المناخيه الجيده بعكس
الشتاء، وأكد رئيس الفيفا أنه أنها حال تم في حال تم لعب بطولتين الكار ومونديال الأندية في الصيف 2025، فسيكون عليه عقد اجتماع مع الاتحاد الأوروبي لإقناعه بتأخير انطلاقة الدورة الأوروبية حتى سبتمبر 2025، مشدد على أن الحسم ينبغي أن يكون قريب كي تتحدى يعني رزنامة المباريات بثقة، لأن الصيف 2026 سيشهد احتضان أمريكا لكأس العالم للمنتخبات، ويعيش أنفرتينو في دوامة بسبب عدم قدرته على تعديل التاريخ المونديال للأندية بشكله الجديد بسبب عقود الراعية والنقل التلفزيوني واتفاقه مع الأندية الأوروبية الكبيرة والتي حددت برنامج تحضيراتها لهذه الفترة. وأثر نقطع الجدال يعني من بإعلانه منذ أيام لإقامة كأس الأمم إفريقيا المقبلة التي سيستضيفها المغرب خلال الصيف، وقال فوزي لقجع في مؤتمر صحفي في المغرب: فالمغرب سينظم كان 2025 صيفا لأننا بصدد تحضير لنسخة غير مسبوقة تتزامن مع احتفالات المغرب بعيد العرش وكذلك بعودة المهاجرين من أوروبا في إجازة، والآن الظروف المناخية ستتيح لنا نجاح يعني منقطع النظير. المهم وإن أنا ما نكذبش عليكم، ماذا بيا تأجل، والله ماذا بيا، والله ماذا بيا تتأجل، والله العظيم ولا ونعاودها. المهم يعني وين كأس إفريقيا هي اللي بدأ بالمشاكل تاعها، كأس إفريقيا اللي بدأ كأس إفريقيا بالمشاكل تاعها، وأنا عرفتوا كيفاش اللي بدأ بالمشاكل تاعها كأس إفريقيا يعني بزاف غلط. أنا أقول لكم هي اللي بدأ بالمشاكل تاعها، بعد ما يتقلقش أنا أقول لكم ناس بزاف غالطين. نقول لكم يا صاحبي عزبينا سي حلاوي، هذه يا خويا واش انت ناس بزاف راهم يهضروا يقول لك بلي هراوي راه حسين جناد قال لكم بلي كيروش فيه زهايمر وكيروش اي صحيح وكيروش فيه زهايمر، هذه تاع فيه زهايمر ما هدرهاش حسين جناد الاول، لا ما هدرهاش حسين جناد الاول، هي ما هدرهاش حسين جناد الاول. رانا في سيمانتي سمعت انا بلي القطريين قال لك حاوزو كيروش لاخاطش فيه زهايمر، انا نعرف بلي كيروش خلى قاعده لعب بعد تحطيم، بعد ما تحطموا في كاس العالم وراهم قال لهم قاعده لعب خلاهم يلعبوا وراح خلاهم، هذه هي والله العظيم. اش بغيت ندير خويا، هذه كرة قدم، ما تنجمش تعرف، واو اشتركوا
نقولوا بلي ربي يجيب الخير ان شاء الله. هذا مكان ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجوا لنا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. ومشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. صحيح.